العلماء ورثة الأنبياء، والأنبياء لم يورثوا إلا العلم، وعلم نبينا صلى الله عليه وسلم هو سنته. صالح بن عواد المغامسي إمام مسجد قباء، له دروس في التفسير. هذا الرجل جاهل، لا أنصح بأخذ العلم عنه، لأنه ليس من المتخصصين في الشرع حسب ما بلغني. هذا أولا. ثانيا، الرجل داعية تصوف، ويدل لذلك قصة المقبورة، وقد رددتها في سحاب بعنوان التقريرات المسطورة. فهذه القصة من حيث الإسناد هالكة، وهو اقتبسها من أحد علماء التصوف الغلاة، وفيها نكرات فليراجعها من شاء. وبلغني عنه أنه يقول يجوز التنازل عن ترك الشرك أو كذا، أو يجوز ترك يجوز التنازل من أجل جمع الكلمة، يعني التنازل عن التوحيد أو تنازل عن إنكار الشرك من أجل جمع الكلمة. وهذه سبقها إليه القرضاوي، والقرضاوي إمام بعيد الغور في الضلال وليس في الهدى، وعنده كفريات، ولو قلت قول القرضاوي هذا لكفرت. نعم. فيجب الحذر من المغامس صالح بن عواد إمام مسجد قباء، كما يجب الحذر أيضا من القرضاوي، والتحذير من الرجلين. جزاكم الله خيرا وبارك فيكم يا شيخ. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليك السلام ورحمة الله وبركاته.